عليكم. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لا دي رانسي معايا. رانسي؟ اه اللي جابها. اصل اخوكي ومراته عاملين عملوا حادثه. في ايه اللي حصل؟ عملوا حادثه. ايه ده؟ امتى حصلت؟ هم في المستشفى دلوقتي ورانسي جايبها معايا. وايه اللي جاب رانسي دلوقتي؟ تعالي جوه واحكي لك على كل التفاصيل. خير يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ اخوك ومراته عملوا حادثه ودلوقتي رانسي ما فيش غيرك ان انت هتقدري تقعدي بيها وتشوفي مصلحتها وتخدميها لغايه ما يطلعوا بالسلامه. حادثه؟ طب هما كويسين اهم حاجه. طب ورانسي هتقعد معايا يعني مده طويله ولا هو قولي لي الحاله ايه بالظبط؟ طالما رانسي قاعده معايا هتفضل قاعدة عندك لغاية ما ربنا يسهل كده وربنا يشفيهم ويعافيهم، بس هم ما يعرفوش ان هي قاعدة عندك دلوقتي. خلاص يا ماما ماشي، خلي رانسي عندي. طب يا هبة مانع عليكي دي، خلي بالك منهم. ها يا حبيبتي زي ولادك، حطيها في عينيك لغايه باباها ومامتها ما يقوموا بالسلامه، لان هم ما يعرفوش ان هي موجوده عندك. ماشي؟ وانا بس لولا ان انا عندي الغضروف وتعبانه انا كنت خدتها عندي، بس هي هتبقى قاعده زهقانه عشان ما فيش حد، انما هي هتقعد برضه مع ولادك وهتتسلي معاهم. حطيها في عينيك يا بنتي، سمع أمانة عليك، تقف عينيك يا هبة. أنا قلتلك اقعد. ماشي؟ ايه يا رانسي؟ اقعد يا حبيبتي عند عمتك. ماشي اقعد عندها، تلعبي مع معايز ونمار وخليك مع بعض حلوين كده، ما تعملوش قهوة لغاية بابا وماما ما يطلعوا بالسلامة ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي. انا عمان كتير قوي. تقعدي يا حبيبتي. ماشي، انت جميلة بسمع الكلام. ماشي يا حبيبتي. ماشي ماشي يا قلبي. طب هقوم انا بقى يا هبة عشان الحق برضو ايه معاد الدواء بتاعي. ها خلي بالك من رانسي. ماشي ماما، متقلقيش عينيا. نعم يا رانسي. خلاص يا نانا، روحي وسلمي على ماما وبابا. حاضر يا حبيبتي. عايزة حاجة؟ عايزة حاجة يا رانسي؟ ماشي يا حبيبتي، صباح على خير. رانسي هاتيلي إزازة المية دي وتعالي ورايا. يلا. حاضر يا عمتي. تعالي يا رانسي. بصي يا رانسي، ممكن توضبي اوضة اخواتك عشان انا عايزاها بقى ايه تكون نظيفة وجميلة زي كده. ماشي يا رانسي، لغاية بقى ما اشوف لك انتي هتقعدي في انهي اوضة. ماشي؟ دي اوضة اخواتك وضبيها، اوضة لمار والريتال. ماشي؟ يلا. قعدتي ليه؟ خلصتي الاوضه؟ والله يا عمتي انا تعبت. عملتي كل اللي قلتلك عليه؟ وحطيت لهم في الطوليه وبنطلوناتهم وجهزت لهم الاكل وحطيت لهم اللانش باج واللانش بوكس، وانا بكره صحيح. ماشي يا رانسي،
طالما بقى خلاص هتتنامي دلوقتي، انا جبت لك الغطا ده وهتنامي في مكانك. يعني ايه ده يا عمتي؟ يا رنسي دي كنبة جميلة، بصي واسعة ازاي ومريحة قوي. يلا 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 خدي الغطا اهو، والمخدة هنا اهي. يلا غيري هدومك ونامي، والصبح بتصحيهم. ماشي. انتي نسيتي؟ ماشي. مش عايزاكي تنسي. تصبحي على خير. رنسي رنسي يا رنسي، انتي روحتي في النوم؟ رنسي لا يلا قومي الحقيني، عماله ادور على الموبايل بتاعي مش لاقياه. قومي دوري معايا يلا، شوفولي في اي حته انت هتنامي، دوري يلا دوري اقلبي الدنيا، شوفي تحت الكنبه تحت الترابيزه، شوفي في اي حته، انا مش لاقيه خالص، انا عماله ادور في كل حته مش لاقيه، مفيش انا مش لاقياه. عمتي موبايلك في جيبك هنا. موبايلي؟ انا نسيت. صح. اي حاجه تانيه؟ لا يا رنسي، بس ما تناميش قوي يعني في الاول كده يا رنسي، على طول يمكن احتاج حاجه. ماشي ماشي. لا بس ما تنسيش يا نانسي اللي بقولك عليه، روحي نامي. طب ليه يا رب انا جيتلي هنا؟ هو انا يعني عشان جيت هنا جاي تعملني وحش؟ بس انا عارفه ان هي مش بتحبني، انا عارفه. انا بكره هروح اقعد في الجنينه وأفكر، ممكن ماما وبابا يجوا وياخدوني وأقول لهم الموقف اللي حصل. مش هينفع كده، أنا هنام. إيه هي البنت دي رجعت تاني؟ دي هي المرة دي رجعت وجات لنا، عشان دي فرصتنا، لازم ناخد حقنا من المرة اللي فاتت. دي نسيتي يا المر؟ ما نسيتش طبعا. نسيتي باباها عمل فينا ايه؟ دي حاجة عمرها ما تتنسى. يبقى ده وقته ان احنا ناخد ايه بطارنا. انا مش هسيبها، هي هتشوف هعمل فيها ايه. انا لازم اوريها واطلع عليها كل العذاب، وهتشوف مني حاجات مش حلوة. شاطرة يا لمور، انتي كده بنتي بجد.